شهداء احياء عند ربهم. الان صيح يا عليم يا عليم. يجاوبك ابو حسين والله يجاوبك. انا اتكلم عن عقيدة. لما تقول يا علي يعني يا الله. تقول يا علي يعني يا الله. عقيدة. لما تقول يا علي يعني يا الله. تكلم عن عقيدة. لما تقول يا علي يعني يا الله. الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم.